الاهلي عنده دوله عبد الله ورايموند سيزيتو الكندي لاعبي المنطقه الاماميه المنوطين بحاطه صد في النقطه اللي جايه والديفنس على رضا وسعيد واحمد صلاح. هنشوف امامنا استقبال الكره الاولى هنا كره حاطه صد لسه تجاب فرصه احمد صلاح او احمد سعيد يدعف اهلاويه اهلاويه يا ولد يا ولد قلنا حاطه صد قلم كره الكره ومعاها الديفنس وسعيد يرفعها وصلاح يخلصها بمطرقه في وقتها توجع الملعب الزملكاوي 25 23 تايم اوت جه في وقته خلص من خلاله بترجمه فوريه لاعبي النادي الاهلي الافضليه 25 23 شوط ثاني بعد 25 22 شوط اول خطوه واحده يحتاج